All I got is so bad, broke my broken will and I can't go. هلا والله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ طيبين؟ بخير؟ مبسوطين؟ رجعنا لكم بمقطع جديد ومقطع Red Dead Redemption 2 زي اللهب. طبعا في هذا المقطع راح نتكلم عن أماكن مخيفة وغريبة جدا، يعني أماكن تروح لها راح تحصل جرائم، راح تحصل أشياء مخيفة وأشياء تفجع وأشياء تحزن. فتعالوا سويا نخش في المقطع. أول مكان راح يكون بالقرب من مدينة الفالنتاين، وتحديدا هنا زي ما تشوفون في الجيم بلاي. طبعا لما تجي للمكان من الخارج راح يكون الوضع طبيعي وما في له أي شيء غريب، لكن لما تقرب من الباب راح تحصله مقفل، والطريقة الوحيدة للدخول إنك تكسر الباب، ولما تكسر الباب راح تحصل المفاجأة. زي ما تشوفون طفلين صغيرين ميتين بشكل مخيف وبشع جدا للأسف، واحد على الأرض والثاني على السرير. طبعا لما تطالع في البيت وتدور فيه راح تحصل العديد من علب الأكل وعلب الماء الفارغة، وهذه العلب يعني منتشرة بشكل كبير جدا في البيت، أمر غريب. لما تبحث في البيت أكثر راح تحصل دماء منتشرة على الأرض. طيب بما انه في دماء يعني ممكن هنا حدثت مشاجرة او مخاصمة، هل المخاصمة كانت بين الولدين او غير ذلك؟ طيب بالنسبة لي انا صراحة ما اتوقع ان المضاربة كانت بين الولدين، لانه لو فعلا كانت بينهم كان شفنا دماء على ملابسهم، لكن ما في اي حاجة. طيب خلونا نبحث اكثر. في درج في المنزل راح تحصل فيه رسالة مهمة جدا راح توضح لنا الموضوع بالكامل، وعنوانها رسالة من الأم للابنين. ومن الرسالة نقدر نعرف إنه أسماء الولدين هما جلين وإيدي، ومحتوى الرسالة راح يكون كالتالي: جلين وإيدي، أنا ذهبت لأقبض على الرجال لأسترجع أموالنا، الباب مغلق والنوافذ مقفلة بإحكام، إياكم أن تفتحوا الباب لأي أحد يطرق الباب، هنالك طعام وماء كافية لكم لمدة 4 أيام وزيادة، لكن أنا راح أرجع قريبا وسريعا وراح أكون عندكم ليلا، طوروا قراءتكم وكتابتكم في أثناء غيابي، كل حبي لكم أمكم. طيب من هذه الرسالة القصة تحولت من قصة غريبة إلى قصة حزينة جدا. طيب خلونا أوضح لكم الموضوع أكثر. في هذا البيت تعيش الأم وجلين وإيدي ابنيها، وفي أحد الأيام هاجمتهم عصابة معينة وسرقوا منهم أموالهم وفلوسهم. طيب الأم قررت إنها تسترجع فلوسهم. قبل ما تذهب تأكدت من عيالها وقفلت الباب عليهم بالمفتاح وقفلت جميع النوافذ زي ما تشوفون، ووفرت لعيالها طعام وشراب لمدة 4 أيام، ثم ذهبت خلف العصابة، واللي ظاهر إنه الأم أخذت أكثر من 4 أيام، بل إنه الظاهر إنه أمهم ذهبت ولم تعد إطلاقا، والظاهر إنه العصابة قتلوها وتخلصوا منها، والأبناء المساكين محشورين في البيت ما هم قادرين يخرجون من الباب لأنه مقفل، ولا قادرين يخرجون من النوافذ لأنها أيضا مقفلة. الأبناء المساكين جدا جائعين، ليس لديهم طعام ولا شراب، خلص عليهم الأكل وتضوروا جوعا تضوروا جوعا لحد ما ماتوا. صراحة أمر محزن جدا. خلونا ننتقل لمكاننا الثاني، ومكاننا راح يكون هنا زي ما تشوفون في الجيم بلاي، ولما تخش للمكان راح تنصدم. Jesus.
زي ما شفتوا راح تحصل جثتين والدماء منتشرة بشكل كبير جدا. راح يكون عندنا جثة امرأة على السرير وجثة رجل على الأرض، واضح جدا انه في جريمة حدثت هنا. ومن الجروح اللي على الامرأة والرجل تقدر تستنتج انه القاتل كان حاقد جدا ويبحث عن الانتقام. طيب عشان نستكمل تحقيقنا الكنني في هذا المكان، لازم تجي للبيت من الخلف، ولما تجي راح تحصل جثة امرأة ثانية وبجانبها مسدس. لكن الشيء المخيف والغريب انه راسها انفجر وفي رصاصة في منتصف جبهتها، ولما تلوتها راح تحصل معاها رسالة، وعنوان الرسالة رسالة من كلاود الى نيت، ومحتواها راح يكون كالتالي: نيت، لا اريد ان اكتب هذه الرسالة، اتوقع كنت واضح معك في آخر لقاء. هاريوت كانت داخل المحل وكانت بإمكانها أن تراني معك، لكن لحسن حظك لم تفعل. أنا أعرف أني قطعت وعود لك، وأنا أعرف أن الأوقات اللي قضيناها معا كانت جميلة، لكن هاريوت هي زوجتي الآن، وإذا هي عازمة أن تمنحني فرصة أخرى فأنا مستعد لهذه الفرصة ولن أفوتها. لا أستطيع أن أستمر في العلاقة معك، أرجوك توقفي عن البحث عني، أرجوك توقفي من إرسال الهدايا إلى بريدي، أرجوك أرجوك لا تتعاملين أو تعترضين هاريوت. أنا فعلا أهتم بك، لكن لا تستطيعين أن تكونين في حياتي بعد الآن، اتركيني أنا وعائلتي لحالنا. كلاود: طيب أتوقع وضح لكم الموضوع، عندنا الزوج اللي هو كلاود والزوجة هاريوت والحبيبة نيت. الزوج سابقا كان لديه علاقة حميمة مع الحبيبة نيت، لكنه قطعها بسبب انه رجع لزوجته. طبعا نيت ما قبلت هذا الموضوع وقررت انها تجي لبيتهم وتقتلهم اثنينهم زي ما شفنا، ايضا قصة حزينة صراحة. طيب هذا هو مكاننا الثاني وحللناه تمام، تعالوا ننتقل للمكان الثالث، راح يكون هنا زي ما تشوفون في الجيم بلاي. زي ما شفتوا العائلة كلها ميتة والمكان مليء بالدخان. الأمر الغريب إنه ما في أي آثار جريمة، بالعكس العائلة كانت جدا جدا سعيدة. زي ما تشوفون الولد الصغير كان يلعب بالحصان اللعبة هذا، والأم كانت على الكرسي المتحرك، والأبو كان يأكل، يعني الوضع كان طبيعي جدا. وهذا يخلينا نروح للشيء الوحيد في هذه الغرفة وهو الدخان. طبعا لما تقرب من الدخان أكثر راح تحصل هذه الأنبوبة قاعدة تنزل دخان معين، وهذه الأنبوبة هي أنبوبة الفرن. طبعا زي ما تشوفون الأنبوبة حصل فيها تسريب معين وخرج غاز سام، وغالبا غالبا هو غاز ثاني أكسيد الكربون، خرج وانتشر في هذا البيت كامل وللأسف قتل العائلة كاملة. للمرة الثالثة أيضا أمر حزين ومحزن جدا. هذا هو مكاننا الثالث، تم تحليله بنجاح. تعالوا ننتقل للمكان الرابع. بالنسبة للمكان الرابع راح يكون هنا زي ما تشوفون في الجيم بلاي، ولما تيجي عنده هذا اللي راح يصير. The cat sat on the mat.
زي ما شفتوا داهمنا دب زي اللهب، وفعلا آرثر مورغان قدر يقتله، لكن تسجيل الدخول كان جدا نار. اللي انفجع يكتب لنا في خانة التعليقات. بالنسبة للمكان الخامس والأخير راح يكون هنا زي ما تشوفون في الجيم بلاي. You're real strange, you know that? You must be real lonely out here, friend. So, you hungry, huh? I got food. I got food inside. Come along. Now come here. Don't you hate old Sonny now? Don't hate him. Oh, you struggled and you lost. But it was quite a tussle, I tell you. Quite a tussle, my pet. See? Friendship ain't so tough. And neither is you. Oh, my Lord. والله ما أدري صراحة إيش أقول لكم، بس اللي صار هنا شيء مو كويس، ويا ويلو يا ويلو اللي يكتب في خانة التعليقات إيش صار هنا. طيب شاركونا في خانة التعليقات آراءكم يا لهبيين عن الخمس الأماكن اللي رحناها، إيش أفضل واحد عجبكم. طيب كده وصلنا معاكم لنهاية المقطع، لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة. حطوا لايك ليجيكم هدى الآن يدمر لكم الجبهة. يلا سلام عليكم.